السلام عليكم مشاهداتي، مرحبا بكم معايا من جديد. اليوم غندير معكم واحد الوصفه اللي كتجي سهله ورائعه، تجي مقرمشه من الفوق وعندها طبقه داخليه جد مهلكه، مذاق رائع، مذاق الشوكولاته ومذاق الكاكاو. هذه الوصفه اللي هي البراونيز شبيه الكيك، تيجي رائع. وصفه سهله التحضير، مقادير جد مبسطه. تابعوا معايا طريقه التحضير والمقادير، واكيد غادي تستمتعوا في الاخير بواحد البراونيز لا يعلى عليه، براونيز المعلك الخطير في المذاق. تابعوا معايا كيف قلت لكم وفرجه ممتعه. وبالنسبه للمقادير اللي غنحتاج لهذا البراوني، غنحتاج 3 ديال البيضات، عندي 150 غرام ديال سكر حبيبات، سكر سنيده، 200 غرام ديال الشوكولات، 130 غرام ديال الزبده، وغنحتاج 70 غرام ديال الدقيق. غادي نغرف بطبيعه الحال. غنحتاج 3 غرام ديال الخميره الكيماويه، هي غير اوبسيونيل يعني اختياريه، وغندير معلقه صغيره ديال الفانيلا السائله الا ما كانش متواجده. غندير ساشي، نص ساشي صغيره ديال الفانيلا حبيبات. وبالنسبه للتزيين غنختاريت انا غادي ندير هاد لي بيسكوي اوريو بالكريمه ديالتهم، هما باش غنزين هاد الاوريو عوض الفواكه الجافه. طبيعه الحال يمكننا نخلطوا الجوز مع جوج مع بعضهم، يعني الاوريو وداك والقرقع او اللوز اللي كيتستعمل في البراونيز. دابا غنمروا للطريقات ديال التحضير. اول حاجه غندوبو الشوكولاته مع الزبده حمام سخون، ومن بعد نخلطوا البيض مع السكر. الشوكولات كميه كامله، ونضيف ليها الزبده ونديرها في الحمام مريا تذوب. خليت الزبده والشوكولات كيذوبوا، دابا غنهرس البيض ونطربوا مع السكر. غنضيف له الفانيلا، ونضرب البيض مع السكر يتجانسوا مع بعضياتهم ويذوب السكر. ذاب هذاك الخليط ديال السكر مع البيض، دابا مباشرة غنضيف له هذاك الخليط ديال الزبدة مع الشوكولاط مع التحليب بطبيعة الحال. دابا غادي ندير الدقيق وبقيه المقادير. غنضيف مباشره الدقيق اللي فات لي وغربلته، المعلقه الصغيره ديال 3 غرام ديال الفاني، وغادي نضيف معاه هذيك الصفقه اختياريه معلقه صغيره ديال الكاكاو بودره كاكاو المر. غنخلط الجميع مع بعضياته، وها هو وجد عندي اوريو بالشوكولاته. الخليط وجد عندي، دابا ما بقى لي غير نديرو في هذاك المول ونزينو الحويبات ديال اوريو. هذا هو الشكل ديال الخليط كيفاش تيجي، تيجي عاقد وخاطر. الفران طبيعه الحال راني مسخنه على درجه حراره 180، ما غاديش ياخذ بزاف ديال الوقت في الطهو. بسم الله، هاد الاوريو كيعطي واحد النكهه، واحد النسمه غزاله، سيرتو الدراري الصغار تيحماق ولا بحال هاد الشكل ديال الاوريو بالبراوني.
ودابا غندخلو الفران لدرجة حرارة 180، غادي يطيب مدة ماكسيموم 20 دقيقة. كيف كتعرفوا البراوني خصو يكون معلك من الداخل وما كيتنفخش بزاف، هو براوني ماشي كيك. ودابا غنخليكم مع التقديم. هذا هو الشكل ديال البراوني كيف جا. دابا نخليها تبرد ومن بعد غادي نقطعها. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال البراونيز ديالنا اللي صايبناه مع بعض. كيف كتشوفوا الشكل ديالو، قطعته من بعد ما برد واحد شويه. كيف كتعرفوا البراوني كيتكال سخون مع دي غلاس، بحق عندنا فتره البرد محتاج لي غلاس. شوفوا المنظر ديالو خطير جدا، ديك القرمشه الخارجيه، ديك الطبقه السطحيه اللي هي مقرمشه، والطبقه الداخليه كيف كتشوفوا معلكه ولزجه. صراحه المذاق ديالو جا رائع، تحضيره جد بسيط ولكن المذاق ديالو لا يعلى عليه، مذاق خطير خطير جدا. نتمنى نجربوا الوصفه وتستمتعوا بها كيف كتشوفوا. واخر حاجه غادي نزينها طبيعه الحال، كيبقى تزيين اختياري، انكم غترشوها بشويه ديال السكر ثقيل باش كتستمتعوا بالمذاق ديال البراونيز وهو دافي. نقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو جاي ان شاء الله. استمتعوا بالوصفه وجربوها، اكيد غتنجح مليون في المية. السلام عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله. تهلاو فروسكم.